هما ربما يكونوا معذورين في جزء بسبب الاحداث الارهابيه اللي بتحصل عندهم وفي اغلبها الادانات بتكون جايه في اتجاهنا كعرب او كمسلمين، بس ما اعتقدش ان القرار ده يعني هيستمر طويلا. الناس بره وصل لها اخبار مغلوطه او منقوله او بيبقى ليها اهداف تانية. احنا العرب لو تمسكنا مع بعضنا وقضينا على الارهاب هتنعكس صورتنا مش للغرب للعالم كله. الاسلام بتاعنا رقم واحد في العالم، مش ارهاب ومش ناس بتهرب البلاد وبتفجر الناس وتموت الناس، لا احنا المفروض نثبت لهم ان احنا الاسلام على الحق. الدول الغربيه واخده انطباع سيء جدا جدا من بعد احداث سبتمبر في امريكا. عندهم فكره او صوره ذهنيه مشوهه عن الاسلام، الاسلام هو الارهاب. الصوره دي مفتعله.